ايه اوجه الدفاع عن نفسي اللي انا مش هو قال لما شغل قال ان انا ليس خطا عندي ولكن دفاع عن عالم. هل هي حمله اعتداء عليك؟ هو الكلام ده ما نعرفوش الا لما نطلع على اوراق زي دي. هل هي حمله اعتداء عليك؟ هل هي حمله اعتداء عليك؟ هل هي حمله اعتداء؟ لا لسه ما اتفقنا طلبنا ان هي موصله النهارده السماح لنا بالاطلاع وتشويه هذه القضيه والاستعجال. وهي هتأجل النهارده الجلسه لتمكيننا من هذا. طب بعد اذنك يا استاذ المستشار، هل المتهم اعترف؟ طلبنا الاطلاع على القضيه وتمكيننا من تشويهها للاستعداد في المرافعه. هل حصل حاجه ما بين اسره اللي احنا عليها وبين المتهم؟ لا لا. طب هل المستشار اعترف رسميا بقتلها؟ اعتراف ليس اعترافا عمديا. ده يفرق. يعني هو اعترف ان هو قتلها دفاعا عن نفسه. دفاعا عن نفسه. طب ممكن اعرف ازاي دفاعا عن نفسه؟ يعني هي حاولت تعتدي عليه او ما شفتش اوراق عشان اقدر اقول لك حصل ولا ما هو ما اكدش خلال الجلسه؟ كانت هذه الدفوع. كل الكلام ده بنعرفه من السوشيال ميديا، لكن النهارده احنا ما اطلعناش على قضيه حتى نتمكن من الرد على هذه الاسئله. يعني بقول يا فندم خبير سمعتك، هل كان في تهديد ابتزاز مالي كل تجاه المتهم؟ ما اطلعتش على اوراق قضيه. هل كمل التواصل معاه او اتسمح صوتك ليكم بمواجهته في النيابه؟ طلبنا من الهيئه الموقره تمكيننا من الاطلاع وتشغيل هذه القضيه حتى نطلع على الادله التي سقطتها في النيابه العامه بهذا الاتهام. ونقدر نرد عليها امام المحكمه، والدفاع النهارده بحق مدفون، حق دستوري مدفون لاي متهم ما بنستمتعوش عليه. هو هل حضرتك لحد دلوقتي ما شفتش اوراق القضيه؟ لا لسه. لحد دلوقتي؟ لم نعلم بهذه الكلمه، بس هو صعب قبل الليل. في